اسماعيل المعلم، مرحبا بك على طوجي سبورت تي في. بغينا تحدث لنا على الاول تحضيرات مع فريق اتحاد طنجة، كيفاش مرت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تحضيرات فبلا شك انها دائما في بدايه الموسم دائما تكون تحضيرات اللي قويه، فالاجواء يعني كلها تبشر بالخير الحمد لله. يعني اللي اكتشف في فريق اتحاد طنجة هو انه انا عائله، فنتمنى من الله عز وجل ان هذه العائله هذه تكون يعني تزيد تلتحم ونزيد ان شاء الله نشتغلوا. وبلا شك ان اللي مطلوب منا هذه السنه يعني اول حاجه اننا نحقق واحد الانجاز اللي فرح المدينه، فبلا شك اننا لازم اننا نجتهدوا نتابعوا في العمل باش ان شاء الله نحقق واحد المبتغى اللي تيطلبوا منا الجماهير الطنجاويه. الاجواء كانت يعني مريحه بالنسبه لك، وكان استقبال هناك وكان اعجاب ديال الجمهور، وكيفاش انه كتوقع كنتظر مع فريق اتحاد طنجه؟ فبلا شك حنا مسلمين وكمغاربه خصوصا يعني عندنا حب الترحاب، فالحمد لله يعني حسيت براسي بحال في الاسره ديالي، فنتمنى من الله عز وجل كيف ما قلت لك اننا هنايا حنا كاملين يعني موجودين على واحد الهدف، ان شاء الله الهدف هو اننا نحققوا شي لقبات السنه هذه. فبلا شك اننا غنضافروا المجهودات ونحاولوا نتفانوا في الدفاع على القميص الطنجاوي والكمال لله. شكرا جزيلا سي اسماعيل بن علم.